فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنت مسافرا وصليت الجمعة مع الناس، فهل لي أن أصلي العصر بعد صلاة الجمعة مباشرة؟ لا، ليس في العصر من جنس الجمعة، ولم يرد عن السلف أنهم يجمعون العصر مع الجمعة. قد صدر بهذا فتوى من اللجنة الدائمة في عهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، توقيع أن هذا لا يجوز. نعم.